خمسة شخصيات رسوم متحركة أعيد تصورها كبشر. العالم مليء بالفنانين الموهوبين جدا القادرين على خلق عوالم لا يمكن تصورها، وبالطبع عندما نسمع أن بعض الفنانين حولوا شخصيات رسوم متحركة إلى بشر كان علينا جمعهم في فيديو. فالنسخة البشرية من سبونج بوب سكوير مدهشة. لا تنسى الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من الفيديوهات. اليوم سنعرض لكم خمسة شخصيات كرتونية شعبية أعيد تصورها كبشر. كونغ فو باندا. انظر إلى النسخة البشرية الشرسة المظهر من المحبوب بو سيد الكونغ فو. من شكل الوجه إلى الملابس، هذا هو واحدا من النسخ البشرية لبو. وراء هذه هي مصورة موهوبة من روسيا، وهي معروفة برسم إعادة تصور الشخصيات الكرتونية. هل تعجبك نسختها من كونغ فو باندا؟ لإعادة تذكيرك، بو هو باندا لعوب وهو ملهم ببعض المحاربين المفضلين لديه، وعلى الرغم من أنه عاطفي هو أيضا أخرج جدا. مظهره الشرس مع الحاجبين المقوسين على النسخة البشرية من بو يظهر بالتأكيد طبيعته اللعوبة. نسخة الكرتون تفتقر للانضباط، ولكنه يفاجئ الجميع بمهارات الكونغ فو المثيرة للإعجاب. ونحن نعتقد أن النسخة البشرية الصلعاء من بو هو تمثيل دقيق تماما. واحدا من أقواله هو قبضتي تتدور جوعا من أجل العدالة، ونحن على يقين من أن النسخة البشرية من بو يمكن أيضا أن تكون قوية. ولكن الآن نريد أن نعرف كيف تحولت بقية شخصيات كونغ فو باندا الذين يسمون الغاضبون الخمسة. هذا الرسم ينتمي إلى مستخدم ديفينتيرد. هذا الفنان أذهلنا بتحويل شخصية الكونغ فو الباندا لأشكال بشرية. فايبر على اليسار، تايغريس وراءها، مانكي أمامها، بو في الوسط، كراين على اليمين، ومانتس على اليمين. نحن نعشق النسخة البشرية من فايبر التي تبدو خطيرة وجميلة كفايبر في الفيلم، وتبدو جدية جدا وهي واحدة من أشهر المحاربين. انظر في عضلاتها، وبمناسبة الحديث عن العضلات، انظر عضلات مانكي الذي يبدو قويا كما في الفيلم. كراين يبدو مدهشا جدا، ونحن نراهن أنه لا يأخذ نفسه على محمل الجد كما تفعل نسخة الرسوم المتحركة. ومانتس الرجل الصغير الساخر الذي هو على استعداد للوقوف في وجه أي شخص تقريبا، وبيجو تماما مثل شخصية الفيلم. ما رأيكم في المظهر الجديد لهذا الفريق؟ سيمبا ونالا. سيمبا ونالا علاقتهما جميلة، لذلك هناك العديد من الرسومات لهما كبشر ونحبها كلها. ولكننا نحب على وجه الخصوص هذا الرسم الذي ينتمي إلى نفس الفنان الذي رسم بو من كونغ فو الباندا. وهذا الإصدار من سيمبا ونالا هو مدهش كما الكرتون. ما رأيك؟ هل تحب الشعر الأحمر لسيمبا وشعر نالا الأشقر؟ أفضل أصدقاء مدى الحياة وشركاء المحبة هما من بين بعض شخصيات ديزني المفضلة، ونحن نحب العلاقة بينهما، ويبدو أنهما جميلان في نسخة الكرتون. بالطبع يمكنك أن تجد العديد من الإصدارات البشرية الأخرى من سيمبا ونالا. انظر إلى هذا الرسم من قبل مستخدم ديفينتير، ونظرتهما الشرسة تبين أنهما على استعداد للقتال. الفنان تأكد من الحفاظ على رسم يتماشى مع طبيعة الشخصيات. سكار الأسد الملك. هل تتساءل كيف سيبدو سكار الأسد الملك كإنسان؟ نحن نعتقد أن هذا واحدا من أفضل التحولات الدقيقة جدا. مع الشعر الطويل الداكن والعيون الخضراء الثاقبة وملابس المحاربين، نحن نعتقد أن هذا الفنان قام بعمل جيد. كان الدافع وراء شر سكار هو غيرته، وعلى الرغم من أنه كان ذكيا للغاية اختار استخدام سلطته للشر منذ كان شبلا. كره سكار أن والده لم يقضي وقتا معه، وأنه قرر أن يكون شقيقه الأكبر ملكا. نحن نحب المظهر البشري لسكار. الفنان يصور تماما تعبيرات وجهه، ولكن في الوقت نفسه له شخصيات أخاذة تجعلك تثق به. عظام جسده تظهر أيضا جانبه المخيف، وبالطبع لديه ندبة تلقاها في معركة. تنتمي هذه الصورة إلى مستخدم ديفينتيرد يسمى تشاثام. ما رأيك؟ هل قام بعمل جيد؟ سبونج بوب سكوير. سبونج بوب يعيش في بيت في شكل أناناس تحت البحر، والآن قد تحول إلى شكل إنسان فرحان يتناسب معه تماما مثل كونغ فو باندا وسيمبا ونالا.
تم إنشاء هذه الصورة أيضا من قبل نفس الفنان الروسي الموهوب، والتفاصيل من هذا الرسم مثيرة للإعجاب بشكل خاص، ويتم تجسيد شخصية سبونج بوب بدقة في هذا الطفل الصغير مع قبعة النمش وفجوة في الأسنان. وهذا الطفل يبدو فرحان مثل سبونج بوب سكوير، إنه يقع في ورطة في كل وقت، ولكن سبونج بوب لديه أيضا جانب حلو وبريء جدا، ولهذا السبب تحوله إلى طفل منطقي. في الرسوم المتحركة لم يتم الكشف عن عمر سبونج بوب رسميا، ولكن صانع الرسوم المتحركة قال إنه بالغ بما فيه الكفاية للعيش وحده والذهاب إلى المدرسة. ونحن نتساءل عما إذا كان لا يزال يعيش في الأناناس تحت البحر، أو أن الأناناس أيضا تحولت إلى شيء أكثر ملائمة للبشر. يمكنك أيضا العثور على العديد من الرسومات لسبونج بوب وهي مذهلة أيضا. أولاف من فروزن. كنا معجبين بشكل خاص بتفاصيل هذه النسخة من أولاف من فروزن، الذي يحب الثلج والغناء والضحك والرغب في تجربة الصيف. أولاف هو واحدا من الشخصيات الأكثر شعبية في الفيلم، ويمكن أن نرى بالتأكيد لماذا. إنه أبله جدا وسريع الضحك، ولكنه في نفس الوقت بريء جدا، مما يجعله محبوبا. هل هذا كيف سيبدو أولاف في الصيف، مرتديا الأبيض مع ابتسامة على وجهه؟ هذا أولاف يبدو أيضا أنه يعمل في المستشفى، وهو يمثل نفس الشخصية التي نحبها بالضبط. تمكن الفنان من الحفاظ على شكل أنف الجزرة وجعله يبدو كأنف إنسان. أولاف الأصلي له ثلاثة أزرار من الحجارة، لديه جزرة كأنف، وسقان من كرتي ثلج، وشعره مكون من غصنين. وعلى الرغم من أن أولاف البشري لديه الشعر أكثر، فهو مثالي تماما، وهناك المزيد من الأخبار الجيدة. إذا كان أولاف في شكله البشري سيتمكن من الاستمتاع بالصيف، هل هذا هو أولاف الذي تخيلته كإنسان؟ بوكس بوني. انظروا إلى هذا الإصدار البشري من بوكس بوني. هذا الرسم المدهش ينتمي إلى مستخدم ديفينتيرت يسمى ساسيمي تشين. بوكس بوني هو على الأرجح واحدا من شخصيات الكرتون الأكثر شعبية. على الرغم من أنه يمكن أن يكون أخرقا، فإنه قادرا على مواجهة أي تحدي. إنه ذكي ومذهل، وهذا هو بالضبط ما يمثل هذه النسخة البشرية. نحن نحب بدلته وقفازاته البيضاء والجزر الصغيرة. النسخة البشرية من بوكس بوني تأتي مع الشعر الرمادي القصير وبيده آذان الأرنب في حالة إذا ما احتاج أن يعود إلى شخصيته. يبدو الإنسان أيضا أنه يشرب من كوب من عصير الجزر، كما أن شخصية الرسوم المتحركة بوكس بوني كان قادرا على تمويه أي شخص باستعمال العديد من الأزياء بما في ذلك زي سكارليت أوهارا. هل النسخة البشرية من بوكس بوني لا تزال قادرة على فعل ذلك؟ وهل يقول كيف الحال دوك؟ نفس الفنان أيضا رسم نسخة بشرية من لولا بوني، وعلى الرغم من أنها تبدو وكأنها معجبة بكرة السلة، هي ربما تحب بوكس بوني.